مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تحرص هيئة الطرق والمواصلات بشكل متواصل على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه من التكنولوجيا في جميع المجالات، ومنها مجال إدارة التحكم بحركة وسائل النقل الجماعي التابعة لها، التي تشهد حركة يومية دؤوبة لتنقل أعداد هائلة من مستخدمي وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي، ومن منطلق سعيها لتطوير خدماتها المقدمة إلى رواد النقل الجماعي في إمارة دبي، عكفت على استخدام مجموعة متكاملة من الأنظمة الذكية، منها نبض المواصلات أو النظام الآلي لإدارة حركة الحافلات. ويسرنا أن نستضيف السيد عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، ليطلعنا أكثر على هذا النظام الآلي. حياك الله أستاذ. الله يحييك. بداية نتعرف على قطاع المواصلات وتحديدا الحافلات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما في الهيئة نحن نسعى إلى تنقل آمن وسهل للجميع وتقديم خدمات مميزة لسعادة زوار وسكان مدينة دبي. طبعا نتكلم عن قطاع الحافلات، نتكلم عن 1580 حافلة تقريبا، نتكلم عن أسطول قد بأصل بأكثر من 2,900,000,000 درهم، نتكلم عن 115 مليون راكب سنوي في مختلف وسائل النقل، سواء كانت حافلات المغذية للمترو أو الحافلات في المدينة أو حافلات عبر المدن. فهذه يمكن نبذة بسيطة عن قطاع حركة الحافلات في إمارة دبي. ما شاء الله ما شاء الله على الأعداد الكبيرة. لو تعطينا نبذة عن النظام الذكي، نعرف المشاهدين ما هو النظام الذكي. اليوم تكلمنا عن أسطول، نحن نتكلم عن أسطول كبير، نتكلم عن أكثر من 1580 حافلة، نتكلم عن أعداد أكثر من 115 مليون راكب. فإدارة هذه الأساطيل طلب أنظمة ذكية حديثة تواكب للسيطرة على أسطول بهذا الحجم. فاليوم النظام الآلي هو عبارة عن نظام آلي، جهاز موجود في الحافلة في جميع الحافلات، مربوط بأحدث وسائل الاتصال مع مركز تحكم يعمل على مدار الساعة. اليوم في عندنا مركز تحكم للحافلات يعمل على مدار الساعة 24/7 على مدار أيام الأسبوع، وبالتالي هذه الحافلات مراقبة تدار من خلال المركز هذا. بإمكانك متابعة حركة الحافلات، سير الحافلات، سرعة الحافلات، مواعيد وصول الحافلات بمواقف الحافلات. اليوم عندنا نحن أكثر من 3,600 موقف مختلف، نقطة مختلفة، وأكثر من 600 بس مواقف مضللة أيضا. فنحن نتأكد من خلال النظام تأكد وصول الحافلات في مواعيدها، تأكد وصول الحافلات، سلامة هذه الحافلات بشكل عام. طيب أستاذ عادل، يعني الجهاز هذا مربوط بالحافلات، موجود داخل الحافلات؟ نعم، في كل حافلة اليوم. هذا الجهاز النظام الآلي لإدارة النظام، جهاز وسيط موجود في الحافلة، هذا الجهاز مربوط مع مركز التحكم عبر وسائل الاتصالات الحديثة. إذن هو يرصد كم عدد الجمهور اللي يركبون الحافلة وكاميرات مراقبة فيها؟ نعم، من النظام هذا نحن نتأكد سرعة السائق، نتأكد أن نحن مربوطة مع أنظمة أخرى متكاملة مع أنظمة أخرى، بإمكاننا نرصد أعداد ركاب ومناطق دخول ركاب ومناطق نزول، يجمع معلومات كثيرة، بيانات مفيدة هي تساعدنا المستقبل. إذا خلنا نسمي الصندوق الأسود مال الباص هذا تقريبا صندوق الذكي، أن نحن نم بيانات، وبالتالي نحن نخطط مستقبلا كيف نحن نزيد من كفاءة تشغيل الحافلات، من فعالية هذه الحافلات، من تسهيل وتقديم خدمات متميزة لجمهور، خدمات مميزة لجمهور النقل العام في إمارة دبي. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، ألا وهو نبض المواصلات والدور الحيوي الذي يلعبه في مجال إدارة التحكم بالحافلات، اللي هو النظام الذكي اللي تكلمنا عنه. طيب ما الوظائف الرئيسية غير أنه يراقب حركة الجمهور وهي الأمور اللي هي في الحافلة نفسها؟ أول شيء نحن يمكن التزام الحافلات بمواعيدها تحدي رئيسي عندنا نحن في قطاع النقل. والحمد لله إذا تقارننا قبل النظام وبعد النظام، ارتفعت نسبة التزام الحافلات بمواعيدها بأكثر من 19% قبل النظام إلى من 70-80% بعد النظام. أصبحت دبي كبيرة. أصبحت دبي نعم واحدة من أعلى مدن العالم في نسبة التزام الحافلات بمواعيدها. هذا ساعدنا نحن أيضا في تخفيض شكاوي الجمهور. كان عندنا أكثر من 500 شكوى على تأخر وصول الحافلة. اليوم الحافلات الشكاوي قلت من 500 شكوى شهريا إلى أقل من 8 شكاوي شهريا. جميل. بالإضافة هذا رفع معدلات ورضا سكان زوار الجمهور عن خدمة الحافلات في إمارة دبي من 69% في قبل النظام إلى ما يقارب 85% نسبة رضا الجمهور عن خدمة الحافلات
في إمارة دبي. نعم، طيب احنا لو نتعمق شوي في الموضوع اكثر، يعني نسبة الشكاوي قلت لي من 500 وبعد النظام 5 اقل من 8 شكاوي. شو الشكاوي عبارة عن شو؟ لا يعني احنا في هذه النقطة احنا تكلمنا عن نقطة ان تأخر الحافلة بس، يعني عن امور بسيطة جدا يعني. نعم ان امور طبعا حلت من خلال النظام نفسه، هو موضوع الالتزام بس هذا مهم عند الكل. بالضبط، خاصة يوم يخطط رحلاته عندما ترتبط موعد مرتبط بحدث معين. بالضبط صحيح. فهو يبغي اليوم نتكلم عن المواصلات العامة، الوقت الالتزام بالوقت واحدة من أهم معايير نجاح أي وسيلة نقل. جميل، أكيد طبعا. نعم نعم. طيب ما علاقة النظام ببقية وسائل النقل ككل؟ اليوم النظام هذا يساعد نحن على تعزيز التكامل مع أنظمة المواصلات الأخرى. اليوم بناء على النظام هذا استطعنا نحن أن نأتي بمنتج آخر اللي هو بطاقة نول، وهي بطاقة ذكية. نعم. اليوم بطاقة ذكية بإمكانك من خلال هذه البطاقة أنك تركب الحافلات ولا تركب المترو ولا تركب الترام ولا تركب وسائل النقل البحري. نعم. فهي كلها متكاملة بوسيلة دفع واحدة، قريبا إن شاء الله في مركبات الأجرة. فبالتالي أنت بطاقة واحدة بإمكانك تستخدمها في وسائل نقل مختلفة. نعم. هذه نقطة. النقاط الثانية أيضا طبعا وجود هالبطاقة هاي ساعدتنا نحن أن السائقين اليوم ما يشل أي مبالغ مالية معاه، فبالتالي يركز في السواقة، وهذا ساعدنا نحن في تخفيض نسبة الحوادث. نعم. اليوم يوم قالنا قبل النظام وبعد النظام، اليوم نسبة الحوادث في الإمارة من 5 حوادث لكل 100,000 قلت إلى 0.5 لكل 100,000 من قبل وبعد لكل 100,000 بعد النظام. فبالتالي يعني أن هذا ساعد أن السائق أن يركز على السواقة بدون أن الأمور المالية، خلاص الأمور المالية في نظام ذكي، بطاقة ذكية هي اللي بإمكان الشخص من خلالها الدفع في الحافلة ولا في المترو ولا في وسائل النقل الأخرى. أيضا وجود هذا النظام عززنا نحن في تكامل بأنظمة أخرى مثل نظام وجهتي. نظام وجهتي اليوم نظام بإمكانك أنك تخطط لرحلتك مسبقا من خلال نظام واحد يبين لك إذا بغيت تنتقل من منطقة ألف إلى منطقة باء. نعم. بجميع الخيارات المتاحة، سواء كان الحافلة أم المترو أم الترام ولا النقل البحري، كله من نظام واحد وله يعتمد اعتماد كلي على نظام نبض المواصلات. نعم. طيب يعني بالنسبة للنظام الذكي اللي تم وضعه، أكيد كثير من المواطنين استغنوا عن سيايرهم خاصة في الفترة اللي هم سايرينها للدوام، فكلمنا عن هالموضوع كثرة استخدام المواطنين غير الآسيويين طبعا للمواصلات العامة. إذا تكلمنا عن منظومة النقل الجماعي، حصة نسبة النقل الجماعي في إمارة دبي ارتفعت من 6% ما شاء الله قبل النظام إلى حول 14%، أكثر من الضعف. جميل. في أن الناس تحولت استخدمت المواصلات النقل الجماعي في إمارة دبي، ونحن إن شاء الله يعني ساعين نشهد أن نحقق أرقام أكبر في هذا المجال. في النهاية واحدة من أهم التحديات تخفيض الازدحامات اللي موجودة، وتشجيع النقل الجماعي واحدة من أهم الوسائل أو الطرق بتخفيض الازدحامات في إمارة دبي. نعم، هذا 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 السؤال اللي خليني أسألك، ما هي النتائج الإيجابية المترتبة على هذا النظام؟ طبعا النتائج كثيرة، لكن أنا بتكلم رضا الجمهور هذا واحد من ارتفع. نعم. رضا الجمهور من 69% ما قبل النظام إلى 85%. نعم. رضا الجمهور اليوم الحوادث من 5 حوادث لكل 100,000 اليوم إلى 0.52، يعني 0.52 إلى ما بعد النظام. اليوم طلعنا خدمات ذكية جدا. نعم. خدمات إبداعية ما كنا نقدر نطلعها نحن لولا وجود نظام وبيانات دقيقة وأسس علمية بناء على البيانات هذه. من خدمات مميزة، على سبيل المثال اليوم أنا خطط رحلات وجهتي، اليوم تطبيق موجود على المنصات الأربعة، موجود على منصة الأندرويد، منصة البليس الأبل، موجود على الويندوز، موجود على البلاك بيري. نعم. تطبيق مجاني بإمكان أي شخص أن يحمله على الهواتف الذكية، يعطيه موعد وصول الحافلات، يعطيه موعد وصول الحافلات أو القطار المترو أو أي شيء ثاني، وتعطيه بشكل مباشر. على سبيل المثال إذا اليوم أنا متوقع أن الباص يوصلني خلال 10 و10 دقائق، إذا الباص بيتأخر علي 2 أو 3 دقائق بيبيني في بشكل مباشر أن الحافلة بتتأخر علي، وبالتالي السهل علي أني أنا أقدم خدمات أكثر مميزة بشكل
أكثر في هذا الموضوع. يعطيكم العافية أستاذ عادل الشاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، على حضوره اليوم. شكرا لكم ونتمنى لكم المزيد من التقدم إن شاء الله. شكرا. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك إن شاء الله. إذن مشاهدينا ما زلنا متواصلين وياكم، فاصل قصير ورجع لكم، خليكم ويانا.